السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى نلقاكم بخير. نقدم اليوم جوج بيتزات، واحدة بالقرعة والفرماج لاصوص طوماط والزعتر، والثانية بلاصوص طوماط والخضرة والفرماج والزعتر. تتمنى تجربوا الطريقة ديالي، تجي جديدة. ندوزو دابا للمرحلة ديال التحضير. عندي نص كيلو ديال الطحين، عندي الزعتر والخميرة والملحة، معلقة ديال الخميرة والزيت البلدية والماء دافي. نخلط العجينة، مقاس حامة خفيفة بين وبين، ونخليها تخمر. قد ما خمرات العجينة قد ما كتجي البيتزا مفشفشة. انا خليتها غير نص ساعة، الا بغيتو تخليوها اكثر ساعة تجي مفشفشة وتجي مزيانة. طلقت لاباط ديالي، سرحتها تنتقبها كيما القاعدة. عندي هنا البصلة خضراء وفلفلة خضراء وفروماج ومطيشة خضراء، وعندي لاصوص طوماط. كنسرح لاصوص طوماط كيما القاعدة، وكندير الخضرة كاملة. عندي خضرة، عندي فلفلة، مطيشة، كندير فروماج حمر هو الأول شوية، وكنتبع الخضرة البصلة ومطيشة والفلفلة ومطيشة سوريس كنديرها في الجناب، كنعمر بيها البيتزا كاملة. كندير دابا الموتزاريلا، كندير الموتزاريلا مزيان، لا بغيتو الطون ولا الدجاج ولا الكفتة ديرو، انا درتها غير بالخضرة. كنزيد الفلفلة اللي بقات من الفوق مع الزيتون باش ندردر عليها الزعتر من الفوق، ونشعل الفران يكون سخون، وندير من التحت البيتزا نهبطها، ومن بعد نطلعها الفوق. نتقب لاباط ديال العجينه اللي درت البيتزا الثانيه، ندير مطيشه كيما القاعده، نستف عليها القرعه اللي قطعتها دواور ودرت عليها الملح والبزار وخليتها ترتاح. ودابا درت القرعه ودرت عليها الزعتر ودرت عليها الفرماج الحمر وفرماج موتزاريلا، درتها طيب. كتجي على هاد الشكل، كتجي لذيذة وبنينة. ونبدلو شوية، نديرو الخضرة في البيتزا تجي حسن، والبيتزا التانية تجي على هاد الشكل لذيذة وبنينة بالفرماج والخضرة. وتنتمنى تجربوها، وبالصحة والراحة، نتلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.